الأوضاع العالمية طبعا نعرف بأن الأعداد الآن تتجاوز 96 مليون إصابة حول العالم، من بينها أكثر من 53 مليون حالة تم تعافيها، إجمالي الوفيات تجاوز 2,060,000 حالة وفاة. الفيروس لا يزال موجود، الوباء لا يزال نشط ويسجل حول العالم، في كثير من دول العالم وقارات العالم لا يزال الرصد لأعداد الحالات مستمر. المرض وهذا الفيروس لا يزال أمام العالم مزيد من الخطوات ومزيد من الجهود ومزيد من التقييد بالاحترازات حتى تجاوزه. نلاحظ أننا نرصد أيضا في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الماضيين تسجيل لأعداد تتزايد من الحالات، لا تزال في حدود السيطرة والتحكم بحمد الله، إلا أن هذه الأعداد تدعونا إلى أن نرفع من اليقظة، أن نرفع من الحذر، أن نرفع من التزامنا وتقيدنا كلنا كأفراد في هذا المجتمع من الالتزام والاحتراز والأمور الوقائية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا.